حدد جميع الخطوط المتوازية والخطوط المتعامدة في الصورة أدناه. دعونا نبدأ بالخطوط المتوازية parallel، وكتذكير فإن الخطان يكونان متوازيان إذا كان على نفس المستوى، وجميع هذه الخطوط كما هو موضح تقع على المستوى نفسه، إنها تقع على مستوى الشاشة التي تراها الآن، لكنهما الخطان اللذان يقعان على نفس المستوى ولا يتقاطعان. وطريقة التحقق من ذلك هي لأنه يبدو أحيانا كخطان يمكنهما التقاطع، لكن لا يمكنك أن تفترض ذلك دائما اعتمادا على كيف يبدو. عليك الحصول على معلومات معطاة من الرسم البياني أو المسألة التي توضح أنهما متوازيان، أي أنهما لا يتقاطعان بتاتا. وواحدة من هذه المعلومات المعطاة هنا هي أنه قد تم التوضيح أن الخط ST والخط UV يتقاطعان مع الخط CD في نفس الزاوية، أي على هذه الزاوية، وبالتحديد على زاوية قائمة. وإذا كان لديكم خطان يقاطعان خط ثالث على نفس الزاوية، حيث أن هذه الزوايا متناظرة ومتساوية، فإذا كان لديك اثنتان من هذه الزوايا المتناظرة وكلاهما متساوية، ثم أن هذا الخط متوازيان، إذن الخط ST يوازي الخط UV. ويمكنك أن تكتب بهذه الطريقة: الخط ST، تضع الأسهم على كل نهاية من الجزء العلوي لتقول أن هذا خط وليس مجرد قطعة مستقيمة. الخط ST يوازي الخط UV، وأعتقد أنها مجموعة الخطوط المتوازية الوحيدة الموجودة في الرسم البياني. أجل، الآن دعونا نفكر بالخطوط المتعامدة perpendicular. الخطوط المتعامدة عبارة عن خطوط تتقاطع بزاوية 90 درجة. على سبيل المثال الخط ST عمودي على الخط CD، الخط ST عمودي على الخط CD، ونحن نعلم أنها تتقاطع بزاوية قائمة، أي زوايا قياسها 90 درجة، لأن تعطينا هذا الصندوق الصغير ما يعني أن قياس هذه الزاوية هو 90 درجة. وبهذا يكون الخط UV عمودي على CD. تأكدوا من أنني أحدد هذه الخطوط: الخط UV، الخط UV عمودي على الخط CD. UV ST كلاهما عمودي على CD، وبعد ذلك المعلومات الوحيدة التي توضح أن هذان الخطان يتقاطعان بزاوية قائمة هما الخطان AB و WX. WX، إذن AB بلا شك عمودي على الخط WX، وأعتقد أننا انتهينا. والشيء الذي سنفكر به هو AB و CD. حسنا، إنهما لا يتقاطعان ولا يمكن أن نقول أنهما متعامدان، لكنهما بلا شك غير متوازيان. يمكنك أيضا أن تتخيل أنهما يبدوان أنهما سيتقاطعان، ولم يعطى لنا أي معلومات فيما إذا سيتقاطعا على نفس الخط بنفس الزاوية. إذا قيل لنا أن هذه الزاوية قائمة بغض النظر عما إذا كانت لا تبدو كذلك، فسيكون علينا أن نؤجل حكمنا اعتمادا على كيف تبدو، ونقول أعتقد أنه ربما أن تلك الخطوط متعامدة، وربما أن هذان الخطان متوازيان، ولم يقال لنا ذلك. وهذا يمكن أن يكون غريبا لأن هذه الخطوط غير متوازية، ويمكن أن نستخلص أن هذا موازيا لخطوط أخرى، لكن من الجيد أنه ليس كذلك، وإلا بدا شيء غريب جدا. اعتمادا على المعلومات المعطاة لنا، هذه هي الخطوط المتوازية والمتعامدة.